السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود يتكبرات شو اندمو تشي نهتو تشي ان شاء الله سب 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 بلونا بروغراما تشين جمرالن زاري زاو كوابيني اللهوت مجمرالاي حسابي بحروا كوابي لين دالله لچارس نبر جن بطعام هيلينا مكتال لزاري كتا حيقار نا يجد طلابوتا مهن نبربين ان شاء الله هين بوتا مرجع لهن وندو موچسكي سبا سبو درس يجمرنون سورة النمل من البات عندان دوچ وندو موچن نهتوچ يالفا چوس لهن ياچين ملس بيه اندمت عبت بزاوم دقمو የቁርአን አያቶቹን ኢንሻአላህ አስተውሳችኋለሁ። ሱራቱ ነምል የሰባ ንግስትን ማክዳን ወይም በልቂስን ታሪክ የሚጀምርበት አያት ከሁድሁድ ከሚባል ወፍ መጥፋት ጋራ ተያይዞ ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱና አስመልክቶ ምን ይላል? بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون طيب انقدي وندم وجهي نهت وجهي يا اهوني انا ببكوت سورة ويمي كرهت سورة سورة النمل يا ملكة سبا ويمدقمو يا سبا بيمن اكبابي يمي جين سبا يمي بال كتما ويمدقمو اقارن የምታስተዳደር የነበረች አንዲት ንግስት በሌሎች አጠራር እኛ ጋር በሐበሻው አካባቢ ንግስት ሳባ ይሏታል ሳባ የሚለው ግን ስም ይመስላቸዋል ግን ስም ያሀገር ስም ነው መሰረቱ የሰው ስም ቢሆንም ግን ወደ አንድ የጎሳ ስም ሆኖ ከዛ በኋላ ወደ ሀገር ስም የተቀየረ ነው ከዛ በኋላ የዛ አገር ንጉስ ንግስት ሰባ የሚባለው ማለት ነው የሰባ ንግስት ስሟ በልቂስ ይባላል በታሪክ ላይ አንዳንድ የሙስሊሞች ጻፍት በዛ አካባቢ ያሉ እንደጻፉት አንዳንዶች ደግሞ እኛ አገር ላይ ያሉት ማክዳ ይሏታል እንግዲህ የህች ንግስትን ታሪክ በተመለከተ ጀምረን አጀማመሩ ከወፍ መጥፋት ጋር ነብዩላህ ሱለይማን ከሚያስተዳድራቸው هايلوش محل وفوش نبرو نزا وفوش محل عندوا وف هود هود يمي بالو هود هود يمي بالو طير ويمدقمو براري وف مالتنو بمتفاتو يتنسا يتنو ينبركو تكت الله يمسا سلوتنو اللو ايتن كذابو هلا مجرش هلا يو نقست سابا متبالوا ويم بلقيس تدرسو بات نو ياك امنو انام الله سبحانه وتعالى بقران الله اندتكسل النبي الله سليمان عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين مسلم هنا تشو اندتمطو نا كنيا غار اندتكلاقلو نا الله سبحانه وتعالى ببتشينت اندتاملكو افلغالله يميل طري اقربولاتال يهيچ سيت انغدي بطببوا ሰዎቹ ወይም አብሯት ያሉትን ሰዎች እንዳማከረች ይህም የመንግስት ባህሪ መሆን እንዳለበት አብሯት ያሉትን ባለ ስልጣናት አብሯት የሚሰሩትን የሆኑት ሰዎችን እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ አካባቢ ላይ ለሱ አገልግሎት የተቀመጡትን ሰዎች ኔግሌክት አርጎ ወይም ንቋቸውና ርቋቸው ሳያወያያቸው ምንም ነገር መስራት እንደማይገባ የሚያሳይ መሆኑን አይተናል እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍትሃዊነቱን በራሱ ጀምሮት እኛም ፍትሃዊ እንድንሆን ዘንዳ ማንንም ሰው ሐቅ በተናገረ ቁጥር እንድንቀበለው የሚያሳይ መልእክት የበልቂስ ወይም ይህች የሰባ ንግስት ንጉሶች ወደ ሀገር ከገቡና በኃይል አንድ ሀገርን ሊወሩ ከፈለጉ አካባቢውን እንደሚቀውጡትና እንደሚያበላሹት ከዛም እዛው ውስጥ ያሉትን ታላላቅ ሰዎችን እንደሚያዋርዷቸው ተነጋግረናል በነገራችን ላይ አንዳንድ እህቶችና ወንድሞች እዚህ ውስጥ ገብተው የማይሆን ነገር ሊጽፉ ይችላል በሚጽፉበት ወቅት እኛ መልስ ከሰጠን ነው እዚህ ጋር በጣም ረብሻም ይፈጠራውና መሰማማት ይቀርና ዲስትራክሽን ይመጣል ማለት መረበሽ ይመጣል ስለዚህ ትኩረታችን ወደዛ ሰው ይመጣል ስለዚህ ማንንም ሰው ይሁን አንድ መጥፎ ነገር ከጻፈ እርሱት በቃ እርሱት እንዳል ተፈጠረ እንዳል ይላ አድርጋችሁ ቁጣሩት ኢንሻአላህ በኋላ ላይ እኛ በሰርዓቱ ገብተን ኢንሻአላህ መጥፎ ጽሁፍ የሚጽፍ ሙስሊም ሆነ ወይም ክርስቲያን እኛ አገባንም ጽሁፉ ግን መጥፎ ጽሁፍ ሆነ ያ ሰው ሁለተኛ እዚህ ሩም ውስጥ እንዳይገባ ኢንሻአላህ የዘላለም የመሰናበቻ ካርድ ይሰጣዋል ቀይ ካርድ ማለት ነው
نابان مدرجيا سرعات على زيوست سلازي ويم ميتصفو كزاري بوهالان داي تاي مدرجي تشالال ويم دقمو ما سوطات تشالال سلازي يا عينتو اكسس سلال الحمد لله هي تكنولوجي سلال متاونو بليز هلونم ارسود نازم بلاچو ان شاء الله تمرتون تكتاتلو مكناتهم إني يستمركون إن أنت ليلة أنا جرس التاورو أوكي إن دي سوتش إني يسمون عدلهم يميل عينة سميت نومي مت أبينينا يان نجر بات تدرجوت أروي مثلين جبت وشوال سلزي كاسف اللجا ما نمسو ليلة وإن شاء الله بتأمي هي سئلة سئلوش منامنوش بات تبزو ده سلينيال مكناتهم يان لملك قلباتشو ندمي شش يسمانيال سلازي إنين مكة هاتلاشون مياسايين من البات عندان نجاروش ستأييك ستملسو ويم ينبياتو تشن سمسانسا بنسولاي صلوات ستادرقو سلامتا كستاو سلامتاين ستملسو يمسا السلوتن انجي كزاو تشيالو نجاروش ستادرقو ميسامن لباتشو ودليلا نجار يتكفل اندهوننو ميسامن إهيم نو ميهونو مكناتوم الله قرآن لاي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا الله لأند سو هلت لب بأند جزي ألف ترى لته ميلال. سلذي عند نجار لاي فوكس النادر قليلا ونات ألين مالتنا. أوكي. سلذي انجدي نبي الله سليمان عليه السلام لنزي لنجس سبا أن أبروات لالوت هزبوش انجدي يا متريا دبدبي لكل لاجو يان متريا دبدبي تواي توبت بمشرشة نجس يا سبا نجست يوسنتشو من دناو لنبي الله سليمان ستوثا ملاك النوبلنا لنبي الله سليمان ستوثاون بلاك تشلت جزي يا ستوثاوش عينت من يمسلالو ميلون إن شاء الله تنش مايت تشلال فلقالو إن شاء الله بنجراش اللاي بزو جزي نجوس لنجوس ستوثا يستعد نجوس لنجوس ستوثا يستعد تال جن يا ستوتا ويم دغمو لبالا سلطانات ويم دغمو لا استاذوچم چمبر لا شيخوچم چمبر ستوتاوچ يسطال گن انزا ستوتاوچ ሁለት አይነት ናቸው አንደኛው ያንን ስጦታ የተሰጣውን ሰው ለመደለል ነው የሚሄዱት انزا ስጦታዎች እና انزا ስጦታዎች እንደየሰው ማለት ነው አንዳንድ ባለ ስልጣን ከሆነ ስልጣኑን ተጠቅሞ ለዚህኛው ሰው እንዲጠቅም ወይም እንዲጎዳ ويم دغمو شيخوچ گاب من متابت وقت ستوتاوچ میمتوت فتواوچن قلل اندي ادرگوت انداند سواله يونه ستوتاي ستهنا بميقتلو قن يمتانا اندو ميستين بسوس فتچات نبرنا انديت يتايال يلحل ميفلگاو انگدي يتمچاچ فتوا اي بقى ميستنا اتقلله زمبلا يازات منامن اندتلو نو مالتنو سلازي شيخوچم كستوتا بتام تنقاق يلي ادرگو يگبالنا ليلام ليلام هي يتلمده نو بنجراتشن لاي ايفن بنبيو صلى الله عليه وسلم جيزين كوان عندان سوچ يان نجر سيادرغوت انا سيموكرو تايتوان لمسالي نبيو صلى الله عليه وسلم صحاباو چاچون ودا حبشا بلاكو بات جيزي حبشا وست يالون نجوس نجاشين لمدلل يتلاكست اوتا نبر ياست اوتا من نبرا سووچون ازا با تششقوا يهدوتن انا تقين النات يتأيكوتن سواج اندي ملسوا الله شو نبار قريشو تشيلاكوت مالت قن الحمد لله نقوس نجاشي يانن يمدلليا يموسنا ستوتا عالق أبالن بلو موسنا شونم ويم ستوتا شون ملسوا الله شو با آفرت اندي ملسوا عدرقوات شوال صحباوچو انياغا اندي نورو تدرقوال مالتنا سلازي يه اندينيو لنقوس سوچ يمي ستو عينات ستوتا وشنا شو عند جزي بتعم يهونا متحف لأن ببكتنا كقضاة ويم دقمو كعمر بن الخطاب قضاء قضاء عمر يميل كتابنا يا عمر بن الخطاب قضاء ويم دقمو يا فرد عند فرد بيت عند فرد بيت هونو بمسار بيت وقت يا قط أمونو عند جزي عنده من يادر قال يبق عندون كفل مالت يا أجروني هونال ويم يا أجون عندون بارت مولو ستوتا يلكلت على بيته مالتنا لعمر بن الخطاب تملكته يعني ستوتا كلاكلت بهلا يعني ستوتا عمر بن الخطاب بمن ملكوار اللي ميوسدو ياو يوندهم النت يا غورو بيت النت يا بيت السب النت نو يوسدو مالتنا يعني ستوتا تقبلو
ቁጭ ብለዋል ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ለካ ያ ሰውዬ አንድ ጉዳይ ነበረው በዑመር ኢብኑ ኸጣብ ፍርድ ቤት አንድ ጉዳይ ነበረው እና እዛ ጉዳይ ላይ ገና ሲመጣ ከዛ ከሱ ጋራ በሐሳብ የተለያየው ሰው ጋር ማለት ነው ሲመጣ ምን ይላል ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አለው ማለት ነው እሱ ራሱ ማለት ነው ምን ይላል ዑመር ኢብኑ ኸጣብ رضي الله عنه يا عمر افصل بيننا كما يفصل الكتف من الشاه يعني يا بق تكشا كلاي ولاي غنطل اندميلو بنيا مهكل قداچنن غنطل ويم فرد بلو تناغرو مالتنو لا عمر بن الخطاب انا من يادرغو نو مالتنو بزاج بسطاو سطوتا مسرت ايهي اهون يميدرغون فرد مالتو نو اسبوت انغدي رئيسو يا نغست سابا تاريك نو يا سبا منغست يهونهچو بلقيس وي ماكدا اسوان بتملكته يتمامارن نو انا يهيچ نغست لسليمان سطوتا لكالچ بلنال يا سطوتا مندنو سليمان انداي ناغرات يميطيقاتن نغروش بمولو زم لماسنيت يتلاكه يهونه سطوتا نو ويم دغمو نبي الله سليمانن يمفتنيا سطوتا نو ይሄ ሰውዬ የሚፈልገው ዱንያ ወይም ርካሽዋን እቺን ስጦታ ብቻ ከሆነ ያቺን ስጦታውን ተቀብሎ ዝም ይላል አለበለዚያ ደግሞ አላማ ካለው ሌላ ግብ ካለው ግን እንደ ንጉስ የራስ የሆነ ቪዥን እና ምናምን ካለው በዛ መሰረት ያው ይሄንን ስጦታ ሳይቀበል ወይም ቢቀበልም ከዛ በኋላ ከኛ ጋራ የሚኖረው ሁኔታ የተለየ ይሆናል ብላ ነው እንግዲህ ንግስት ሰባ ወይም ደግሞ የሰባ ንግስት የሆነችው በልቂስ ወይም ማክዳ ይሄንን እንትን ላከችው ማለት ነው ስጦታዎች ላከችው በዚህ የተነሳ ያው ስለ ስጦታዎች አይነት አንዳንዴ ስጦታ የሚባለው ነገር ሲመጣልን እንደ ባለ ስልጣን እንደ ሼህ እንደ ኡስታዝ እንደ ማንኛውም ግለሰብ ስጦታው ይመጣልን ወቅት ስጦታዎች የራሳቸው የሆነ ካታጎሪ አላቸው ለምሳሌ አንዳንድ ስጦታዎች አንዳንድ ስጦታዎች ሐራም ናቸው አይፈቀዱም መቀበል አይፈቀደም ወይም ደግሞ ከመቀበል በፊት ቼክ ማድረግ አለብን ለምን እንደሆነ ማለት ነው የማይፈቀደው ስጦታ አይነት ምንድነው በትክክል የሙስና ወይም የጉቦ ስጦታ ከሆነ ያንን ስጦታ መቀበል የለብንም ግልጽ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ባለ ስልጣን ሆነ ስልጣን ቦታ ላይ ስጦታ ሲሰጥ ተሰጥቶም ማያቅ ምንም ግንኙነት የሌለው ሰው አምጥቶ ስጦታ ሲሰጥ ያ ስጦታ በጣም አደጋ እንዳለው መረዳት አለብን ኢንሻአላሁ ተዓላ ግልጽ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ ስለዚህ ቀደም እንደ ምሳሌ ሰጥቻቸዋለሁ አንዳንድ ሼኾች ፈትዋ እንዲያግራሩ ስጦታ የሚሰጧቸዋል አንዳንድ ቦታ ላይ ንጉሶች ከተለያየ አገር ላይ የሆነ ሌላ ጥቅም ሲፈልጉ የሚሰጡት ስጦታ አለ እና ያንዳንዱ አገር ለሆነ አገር ትልቅ ስጦታ በተለይ ከሰጠ አወቁት ያ ነገር ከኋላው ሌላ ስምምነቶች ሊኖሩት ይችላሉ ግን እነዛ ስምምነቶች ለሀገር የሚጠቅሙ አላህ ያርጋቸው ነው ትልቁ ነገር እንጂ በጣም የአሜሪካ መንግስት የዱባይ መንግስት የሳዑዲ መንግስት የኢትዮጵያን መንግስት ለይሄን ያህል ረዳው ይሄን ያህል ሰጣው የጀርመን መንግስት ይሄን ያህል ለኢትዮጵያ ረዳ ሲባል በነፃ ምንም የሚሆን ነገር የለም ምክንያቱም አላህን አውቀው ለአላህ ብለው ሰደቃን እየሰጡት ምናምን ምንልበት ሁኔታ ብዙ የለም ባለው ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ያ ስጦታዎች ብዙ ጊዜ የራሳቸው የሆነ ጣጣ አላቸው ግን እነዛ ጣጣዎች ውስጥ ያው የተሻለው ወይም ደግሞ ለሀገር ተቃሚውና ከፖለቲካ አቋያ የሚበጁ ይሆኑ ብቻ ብለን ዱዓ ማድረግ ነው በተለያዩ አጀንዳዎች መጥፎ የሆኑ አጀንዳዎች ሲስማሙም አንዳንዴ ይሄንን ስጦታዎች ስለሚያደርጓቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ግን አንዳንድ ስጦታዎች ሸር ማበረጃም ናቸው እና የማይፈቀዱ የሆኑ ስጦታዎች ሙስና የሆኑ ስጦታዎች አሉ ብለናል እንደ ምሳሌ አንዳንዶቹን ሰጥቻችኋለሁ ለምሳሌ በሰሃባዎች رضی الله عنهم ጊዜ ከሚጠነቀቋቸው ስጦታዎች አንዱ ነብዩን صلى الله عليه وسلم ያስጠነቀቁት የሆነ ለምሳሌ كل قرض جر منفعه فهو ربا ይላል ሌላው ቀርቶ ሪባ ውስጥ የሚገባ የሆነ የስጦታ አይነት አለ ምንድነው ለምሳሌ አንድ ሰው አበድሮሃል ገንዘብ ማለት ነው ካበደረ በኋላ መክፈያው ቀን ሲደርስ መክፈል አልችልም ይልሃል እና ይቅርታ አርግልኝ መክፈል አልችልም ይልህና ግን ስጦታ ይዞልህ ይመጣል
ገብታችሁ አለ ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ብድር አለበት አንድ ቀንም ዘይሩ ሀያቅም አንድ ቀንም ጠይቆ ሀያውቅም ግን ልክ ዒድ በሚሆንበት ጊዜ በጣም ትልቅ ሙክት ስጋ ይዞልህ መጣ በግ ይዞልህ መጣ የነዳ ባያስባለ ይሄንን ስጦታ መቀበል የለበት ይሄ ሰውዬ ስለተበደረህና ገንዘቡን መክፈል ስላቃተው አንተ እንድትራራለትና ያንን ገንዘብ ምናልባት ለቀቅ እንድታደርግለት ብሎ ነው የሚሰጠህ ይሄንን ስጦታ ለዚህ ነው እንደውም በሰሃባዎች ጊዜ ረዲየላሁ ዐንሁም ምን ይሉ ነበር አንዳንድ ጊዜ ያበደሩንን ሰዎች የቤታቸውን ግርግዳ ወይም በአካባቢያቸው ያለ በእነሱ ያለ ዛፍ ወይ መሳሰሉት የራሳቸው የሆነውን እዛ ላይ እንኳን መጠለል እንፈራ ነበር ይሉ ነበር ገብቷችኋል ይሄ ምን ያህል ተነቃቀይ ማለት ነው አንድ ብድር የሰጠንን ሰው ስለ ብድር ስለሰጠሁት ነው ብለን የማጨናነቅ ነገር አለ አንዳንዶች ያደርጉታል ይሄንን ለምሳሌ ይደውልልሃል ብድር ከሰጠህ በኋላ ማለት ነው እንዳልከፈልከው ያቃል መክፈል እንደማችል ለጊዜው ያቃል ስለዚህ ስልክ ይደውልልህና አባከ ራይድ ፈልጌ ነበር ይላል ገብታችኋል ወይም ሴትናት አንዳንዴ በሴትነቷ አንዳንድ ነገሮችን መጠቀም ይፈልግ ሰው አለ አላህ ይጠብቀን ወንድሞቼና አህቶቼ ገብታችኋል ስለዚህ አንዳንዴ ደግሞ ወንጀል የሚያሰሩ ማለት ስለዚህ ይሄ አይነት የስጦታ አይነቶች በእስላም ሱብሃንአላህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ፉቃሃዎቹ ወይም ደግሞ ፊቅህ ላይ ብዙ ጊዜ የሚያንሸራሽሩ ሰዎች ትምርቱን ሰጥተውበታል እና በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው አንዳንዱ ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምሳሌ በአንድ ብድር ባበደረው ሰው ጥቅም ማግኘት ብድሩን ከመከፋፈላቸው በፊትና ክሊር ከመደረጉ በፊት ምናልባት ጓደኝነት ካለ ጓደኝነቱን ተንተርሶ ከጓደኛነቱ ጋራ በተያያዘ ሁሌም የሚያደርጉትን ነገር ማድረጋቸው ኢንሻአላህ ችግር የለውም ግን ከብድሩ ጋራ የተያያዘ ከሆነ ገብቷቸዋል ከዚህ በፊት ተደርጎ የማይታወቅ ማለት ነው ለየት ያለ ነገር በሚሆንበት ወቅት ግን እንቢ ማለት መቻል አለብን እነተኞች ሰዎች ከሆነን ማለት ነው እስልምናችን ደስ ይላል እስልምናችንን ካወቅነው ከተማርነውና ህይወታችን ላይ ተግባራዊ ካረግነው ወላሂ ሰላማዊ የሆነ ህይወት እንኖራለን አላህ ሰላማዊ ህይወት ይስጠን أن يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقديه كعند تكشى لاي قنتل لبلو سقا عندهم يوتاو انيا مهالم ياو فردون قنتل لارقى فرد بلو بعرف انيا يناقروال أن عمر بن الخطاب سقا تلكو لتال عند تكشى ويما عند قر تقنتلو تلكو لتال سلازي يا چين نقر سلاوك من علو اخساء يعدو والله نيالو انت يا الله تقلات زنبل نيالو زقافه نيالو عمر بن الخطاب ان يهن رشوه ويم دغمو غبو سلاستهن انت يراسن طفات لمشفننا اني يهونه يما يهون فرد اندسطله اتطبق بلو تككلنياون فرد نو عمر بن الخطاب يسطاو مالت سلازي ود وندموچينا هاتوچي بسطوتا غيزي سوتش من اسبو نو لمندن نو سطوتا يسطون يميلو نغر بتام وساي نو جن ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተቃራኒው ደግሞ ስጦታን ተሰጣጡ ስጦታን እርስ በርስ መሰጣጠት ተሃደው ተሐበው ምን ማለት ወይም ተሃደው ተሐቡ ይላል ወይም ተሐበው ስጦታን ተሰጣጡ ፍቅር ይጨምርላችኋል ይላል ይሄ እንግዲህ ስጦታ መሰጣጠት አንዱ ፍቅርን ለማምጣት የምንጠቀምበት ሲስተም ወይም ዘዴ ነው በተለይም በመሐከላችን አንዳንዴ ያለ መግባባት ተፈጥሮ በተለያዩ ሐሳቦች አንዳንዴ በሐሳብ ልዩነት ብቻ መጥፎ ሰው አይደለም ሰውየው ወይም መጥፎ ሴት አይደለችም ግን በሐሳብ ልዩነት የተነሳ አንዳንዴ የማይሆን አታካራ ውስጥ እንገባለን እና እንደነዚህ አይነት ሰዎችን አንዳንዴ በስጦታ ማብረድ ተገቢ ነው በስጦታ ማብረድ ተገቢ ነው እዚህ ጋር አንድ ከዚህ ጋር የተያዘ አንድ ነገር ያነበብኩ ይነበርና عند ابو حنيفه جزي تكسته نونا ابو حنيفه رحمه الله عند ابن حبان حافظ ابن حبان البستي يميبال رحمه الله يا وراو يهنا انتن نو يا ابو حنيفه نا كسو غارا يتيازا عند كساچو غا يتيازا عند حساب نو
من دنو أبو حنيفة بتأم باكبابي ولاي أوك أسيهونو بزوج زي إيه شجرة الله بشيخوش مهال مالتنا عنده نتقل بلو تهواك أسيهون سويش سوى الدود بنا أنت بتعطوا شو أبابا لايك سي بزالت النا فيوز هي بزالت بيوتيوب لاي وين بفيسبوك لاي وين دقمو بمين بروش بمولو وين دقمو سلكية تدولت الرسي بزالت النا بزو بوتا لاي بيا قبجاو لاي ستة الرامالتنا ياو إهنن بتأم سي بزالت عندان نوشو ياو تنش كريلات شوال لمن اكالي بتشا انياس يميل اينات يشي يمن چاچات نگر يسمات شوال من دنا يبالو يا كنات نگر سميتات شو ويم كيات شو تنقوا قوالج نا اندازي اينات نگرو سيفتر عند ابو حنيفة لاي يزا اينات سميت يتفتر ربت شيخ متا مالتنا نا بتأم مياسا زنو دينون أستاكو نو سو يانن بقالون ميوتو دينون أستاكو نو يبتو أشوال دينون أستاكو نو كذي بفيت لمسالي منم أينت حساب ستو يمايا وقو ينبرو سو منم أينت حساب ستو ينبرو سو يي وي بقنزب وي بقنات مهكلاتشو وي يهونا نقر سفتر السوكو بدينو لين دينو بلو حساب مستتي جمرال ما جمرال أيقن إلا يبتو أشوال እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ። ለጥን እንጠረቀቅ ይገባ። ለምሳሌ በእውቀት ዜሮ ይሆኑና አንዳንዴ ሰዎች በነሱ ድሜ ያለ ወይም ከነሱ ድሜ ያነሰ ሰው በእውቀት በልጧቸው በጣም አካባቢያቸው ላይ እሱ የተሻለ ሆኔታ በሚያይበት ወቅት ይበሳጫሉ። ከዛ በኋላ እሱ ሰውየው ላይ ያላለውን አለ በማለት ወይም እውነትም ተሳስቶም ከሆነ ከሱ ጋራ ተነጋግሮ ታው ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብሎ እዛው መጨረስ ሲችል ነው አደባባይ ላይ ወጣና ከሌ እንዲ ብሏል እንዳትሰሙት እንዲ አርጓል ምናም ብሎ ያወራል ወይም አንዳንዷም እንደዛው ባሏ ላይ ተቀየመች ወይ ጎረቤቷ ላይ ተቀየመች ምናለች መጀመሪያ ስለዲን አውርተው ማያቁት የዲነኞች ይሆናሉ ከዛ በኋላ በቃ ለዲኑ ቋሚ ይሆናል ዲኑን እንደዚህ ጠልቶ ዲኑን እንዲ አርጎ ዲኑን እንደዚህ አርጎ ያ ሰው ያንን የሰራው በግሉ ነው እዛው በግልሽ ተወጭ يا سو بقلون يعني نقدر يسرع أزوا بقله تسعة سبعة جن عند يقل إيشون يا هاي ما نوت إيشو أتربوس يا إسلاموي إيشو تلك هنا إيشو أدرجاتشو يعني ويم أدرجن سوتشن أزام أدرجي لبنا عند مثال يستأجوا لذي عند جزء عنده يبالل كجربيتو كل سالفو سلام عليكم السلام عليكم كبابا ليلا منو نقدر يلا تشو جبتوا تشو ሁሉ ጊዜ ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም ተባብሎ ማለፍ ብቻ ነው ባጋጣሚ አንድ ቀን ግን አንድ ጊዜ ያስቆመውና አባከን ትንሽ ብር አበድረኝ ይለዋል እሺ ብሎ ያበድረዋል እና 100 ብር ወይም 200 ብር እንደዚህ ብድር ይሰጠዋል ያቺን ብድር ያ ሰውዬ ውጦ መክፈል ያቀተዋል ዛሬ ሲለው ነገ ሲለው ከነገ ወዲያ ሲለው ሁሉ ጊዜ ሰላም አለይኩም ብቻ ያለ የሚያልፈው የነበረው ሰውዬ ብድሩን ግን ስላልሰጠው من مالس جمر هي سوي خير لهم صلاتكم قام ماشي يسجدال زين بلوني كو السلام عليكم بلوني يوم يالفوال اهون يزا سوي صلات على مسجد غداي يتنساو ماشي نو يسو بر سيقر بتشا نو غبطواچوا سلازي يزي هينت سووتش حالو الله يطبق يونا ايشو سينسا غبطواچوا يونا ايشو غداي بمينسابت وقت يونا عند حاجه بمينسابت وقت ياچين تنطلطلو كهيمانوت قال لما يياز كدينو قال لما قرانيات النسو راساتشو متدين يدين سووش ونو ليلاو سو دمو ديني ليلاو سو لما سمسل بتقام يميت روبتنا يميه روبتا كايدال ايه هلو كامن قاية تيازنو بقولو كستو تاقارا اياجينو من اقراتشو انا ابو حنيفة الله يرحماتشو ايه نسويه اندزيه مجمرا مكبري اللباتشو تلق سوناتشو اللو يا كبراتشوال جن ይሄ ሰውዬ ቀናት ያዘው በሳቸው ላይና በሚታወቅ በሆነ ቂያስ በሚባል ነገር ማለት በእስልምና ቂያስ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አላህ ኸምርን حرام አርጎታል በዛ ጊዜ በነብዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበረው ኸምር ወይን ነው እንበል ወይን ነው በዛ ጊዜ ኸምር የነበረው ኸምር ወይን ነው ኸምር ሲባል ብዙ ጊዜ ወይን ነው በቃ በእስልምናው ማለት ነው ኸምር የሚለውን ትርጉሙ ራሱ ወይን ነው እንደው በቃ የኸምር ትርጉሙ ወይን ነው جن عند سو بقرآن ولاي يتتكسى وين بتشانو خمر حرام يتبالو وين بتشانو بلو تجبي تطع أدقانو سلزي بسلمنا من مبال نقرال لا كياس مبال نقرال
قياس مالت من مالت نو عند نجر تمس هسا يهونو كزاقة راسيقين يام نجر يزان هقنو ميزو علا يلوتال بعربينيو ويم مكنيات هي نجر حرامي تدرقبت مكنياتو ماسكر كهونا سلازي يم ياسكر نجر بمولو حرامنا او دميلو دم الدامي يستنال مالت يبتوع شوال سلازي هي نو قياس ميبالو أبو حنيفة بزي بكياس قدالة يراسات شويهنا حسابات لات شو مالت نا إهنن حسابات شون سو لا بإسلاماوي وي كموية يتيلك أبو حنيفان أتاك مارك جمالة يبتوع شوال أبو حنيفان مسدب بزي بكياس قدالة يتنا قروت نقرن دينا وندي يالة يعني ماس شقر جمالة مالت أبو حنيفة بزو قزي بقياس يتوقعلو قياس بمادرج يتوقعلو مكناتهم يالوت حديثوش وسن ناتشو بتلاقي بعراق أكابي سلنبرو بزو تورنتوش نبرونا بزو صحابوش متوال زاكابي بزو صحابوش على الرسول الله تشوم إن يا حديث تنش نبراتشو سلذي بالو حديث لاي بندرساتشو يا قرآن آياتوش مالتي قرآن وش قرآن ودرسواتشوال كذا كقرآن وقرا حديثن بما إياز قياسي يا درغو تمساسا يهونو گدايوچ لاي واجب يهونون واجب سنة يهونون سنة حرام يهونون حرام لمالت يتقمبت نبر يهنن يا ابو حنيفان اكهيد لمتچت عندو من عليه مالت نو اذا من الناس يوما قايسونا او كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى بلينا باصحاب المقاييس يعني من مالت نو كزي بفيت بس لما ناتشن اندفلقن انبورك نبرا مالت اسلم ناتشن واستحارا من امن مين لقر عيبا زابن منبر اندفلقن تنش نقروش وانا وقرآن لا بيتشا يتقاسوتن يتطبق الليل او اندفلقن انهو النبرا لا قنا اون ايه ابو حليفة ميبال سوية متانا سمون سايانا سا مالتنا قياس ميلو سوش متوبننا بقياس يتنسا هلو نقر تأبببن نا حرام ميبالو نقروش بزوبن على مالتنا جاب تواجوال هي سويها سابو أكايدو كذا أبو حنيفة رحمه الله هين النجار سمو نا أبو حنيفة هين سيسمو هي سوية هين يالبت مكنات ياو بسميت تنساستو ساتشون لما تقات هي مساس سلوت اندوهنا بيتشاني تردود سلازي من أدرقو أبو حنيفة عندكان أزاناكتو بتعم ترستو تالاكو اللي تبالان سلازي عندان دسووش أزام يادرقون كهاي ما نطق بتهاي زاد اللام أوقاته نورات شوي اللام مي مسألوت بقى كأنها اللباتشوا أنت لمن توك لمن تيه لمن توددك ينتشج أباتشوا البيت عم يتشجر على سلذي عندنا زينة سوتشن عند عندي بس توت عزم ما سنية تتشالن ويم لنا سو بملكام بموال زم ما سنية تتشالن جبت واتشوال نا ما جابز ويم ستوت عمستت لذينا اللهم قرآن لاي من الال لا ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلى الله قرآن لي ادفع بالتي هي أحسن مالت أو ادفع السيئة بالحسنة مالت حسنة ملكام بهون نجر مدفو نجر قفتر مالت عند مدفو نقر سيمتا أساعت نقر سيمتا به أنت بوها قفترو مالتنو كالزاوست عندو ستوتانو سلازي ادفع مالت يهنن مدفو يهونا أمتاتن يمتابهن سو با ملكام ملسو مالتنو ملكام نقر لاولا أفرت أبت باك بزي وقت ملكام نقر ستستو يدن قطال اندي هي سوية يعني ياتاقاو تسو ترو نقر يادر قال سلازي أبو حنيفة رحمه الله ياسو تكيرو ودا ودا جنتي متعلن ميلو قرآن ولاي سلازي بزال مسراتي مسلال أبو حنيفة لذي سوي ستوتا لا كلت ستوتا سيلو كلت يا ستوتا بتام أسدن كون دي أبو حنيفة لنين دزي عدرقال كذاب والا بميكتلو قطمون كيرونا من بيلترونو إذا من ناس يوم قايسونا بآبدة من الفتيا طريفة أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة الله أكبر أهون كيروا مالتنا قطمون بدأب دس يميل قطم هذا رقو مالتنا من عالم سووش قياس منا من عدد قو كامتو مالتنا
እኛ ያደረግናቸውን መጥፎ ነገሮች በመልካም በቀያስ አድርገው መልሰውልን ለማለት ነው ሲለው ምናለው ቢአቢደቲ ሚነል ፉትያ ጣሪፋ يعني አንዳን ደስ የሚል ጣሪፋ የሆነች ወይም መታመር የሆነች ፉትያ አድርገው ወይም ፈትዋ ከሰጡን እኛም بمقياس صحيح انجام بصحيح بهونه قياس كنسو غارا ان نوانوارالن ان كذا مناله اذا سمع الفقيه بها اتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز ابي حنيفه كابي حنيفه يهونهش بتام ملكم قياسن نسطاچوال اند مالتنو كابي حنيفه يسو موديل يهونه مالت يبطاچوال كذا ما قرش على اذا سمع الفقيه بها وعاها واثبتها بحبر في صحيفه عمرنيا ياطرنيال بتلي غطم نجر بتام يكبدال غطم مترجم ان من يلال يا فقيه هنا سو كسمى يهنن يا فقيهون ويم دغمو عند فقيه هنا سو يميسطون هنا قياس كسمى بهالا يا يجد بصحف ماسبتو ويم دغمو ما رغاغتو اي قرينه او يلال ان بتام دس بلوت نو انجدي سويو طيب بنغراچن لا ان شاء الله شير ما رغا ترسو بتام بزو سوتش اندي سموت اندي يتقمو معناتنو كذا ايه انجدي هي سويه من هنا معناتنو كطلاتنت كابو حنيفه طلاتنت يا ابو حنيفه اندوم وداج اندوم لابو حنيفه غطم كله يمي غطم سو هنلاچو معناتنو سلازي عندند سوتشن منالبات ب በውይይትም በተለያዩ ነገሮችም የማንችላቸው ሲሆን በስጦታ ኢንሻአላህ ለናሸነፋቸው እንችላለን ለማንኛውም ሱብሃንአላህ ታሪኬ እንዳይረሳ በጣም ጊዜ ወሰድኩኝ መሰለኝ ዛሬ የመጨረሻ የሰባ የበልቂስ ታሪክ ይሆናል ብዬ አስቤ ነበር ነገር ግን አይ ቲንክ ምን ጨርሰው አይመስለኝም نا سليمان عليه السلام فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ان انت بمتسات وتسطوتا دللاچوين بان انت بيت زم لتاسنيني نبرا اني جن اندزا عينت سو ادلهم بلوا اهون يتازازاچوتن ادرغو ممطات አለባچو نا مكلاكل አለባچو كنيا غا بلو نبي الله سليمان عليه السلام ሰዎቹ እንዲመጡ ያው ወታደር ከመላከይ በፊት በሰላም በትመጡ ይሻላችኋል የሚል ጠንካራ የሆነ ሜሴጅ ላከባቸው መልሶ ማለት ነው እና ስጦታውንም መለሰላቸው እና እንግዲህ በልቂስ ሌላ አማራጭ አልነበራትም ስለዚህ ጓዟን ጠቅላ ወዳጆቿን ይዛ ወታደሮቿን አስከትላ ወደ ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም በሰላም ወደሱ ሄደች ማለት ነው ይህንን መሄድም ከማድረጓ በፊት ነብዩላህ ሱለይማን ሌላ ደግሞ አንድ ተአምር ሰርተዋል ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ይላል ከናንተ መሐከል يا بلقيسن ويم دمو يزيچن يا سبع نغستن عرش ويم دمو زوفانوان يزولين ودني ميمطا ماننو على انغدي سوا كمدرسوا بفيت قبل ان ياتوني مسلمين على الناسو اج ستهو انيا غا كمدرساچو بفيت ماننو يا سليمان يا ماننو يا بلقيسن يا نغستن عرش ويم زوفان يزولين ميمطا بلو طيق ايلال ابراوت لالوت واتادروچو مالس ሰዋለው ጂን አለው ብለናል ወፎች ሳይቀሩ ሌሎችም ባጠቃላይ ብዙ ነገሮች ለሱ ይታዘዙታል ብለናል እና አላህ ምን ይላል قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك ምን አለው ይላል እዚህ አንተ ለፍርድም ይሁን ለማስተማርም ይሁን ለማወያየት የምትቀመጣቸው መቀመጦች አሉ ከዚህ ከተቀመጥክበት ጀልሳ ወይም አንድ የሆነ ሚቲንግ ስብሰባ ላይ ከዚህ ስብሰባ ላይ ሳትነሳ የሷን ዙፋን ይዞ መጣለው አለው አንድ ከጂን አለቃ የሆነ ማለት ከጂን አለቃ የሆነ ወይም ከአንድ ከአጋንንት ወይም ከጋንኤል ከሚባለው ከነሱ አለቃ የሆነ ምን አለው ይላል ለነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም انا اتيك بي قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين እኔ በሱ በዚህ በ
በሷ ዙፋኑን በማምጣት ጉዳይ ላይ ጠንካራም ነኝ ታማኝም ነኝ አለው ማለት ይሄ እንግዲህ በአንድ አንድ መንግስትን ወክሎ የሚሰራ ሰው ባህሪ ሊሆን የሚገባው ይሄ ነው ህዝብን ወክሎ የሚሰራ ሰው ሁለት ባህሪ ያስፈልጋዋል አንደኛ ኃይል ያስፈልጋዋል ጠንካራ መሆን አለበት ጤነኛ መሆን አለበት ልፍስፍስ መሆን የለበትም ሁለተኛ ታማኝ መሆን አለበት ሁለቱን ባህሪ አሟላለሁኝ ስለዚህ ይዤ ልምጣና ላስረክብሃለሁ ማለት ነው ከዛ ሌላ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك سبحان الله من مالتنا اني الو ليلو اللهن اواقي يهونهو يلال ك جنوتشم ليون يشلال كليلا الله اعلم من على انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ايه عينه اندزي بله بلينك مالتنا عند غزي اندزي بله اندسكتل درس امتاو الله سبحان الله كذا بهالم እውነትም አመጣው በዛች ፍጥነት ያንን የንግስትን ዙፋን አመጣው ይላል ከዛ ዙፋኑ አጠገቡ ሆነ ማለት فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم نبي الله سليمان بتام በሚገርም ፍጥነት የሷ ንጉ የንጉስቷ ዙፋንን ይዞ መጥቶ አጠገቡ አስቀመጠለት ይሄ እንግዲህ ባሁን ሰዓት ያ ፍጥነት ላይ ለመدرس ነው ሰዎች ጥራት የሚያደርጉት ጀት ሰርተዋል ማንኮራኩር ወይም ይሄ ሚሳኤሎች ሰርተዋል ወደ ሰማይ የሚሄድ የተለያዩ ነገሮች እየሰሩ ነው አሁን ፍጥነት ይደርሳል ተብሎ የሚታሰበው ያ ነው አንድ ነገር ላይ እንደዚህ ብለ እንዲስትል ያ ነገር ይከሰታል አሁን ለምሳሌ በብርሃን ፍጥነት እየተጠቀሙ ይሄውኛን ያስተያዩን ነው ይሄ የካሜራ የምናምን እንደዚህ አይነቶቹ ጉዳዮች እያያያችሁ ነው እኔ ምናገረው እኔ ማወራው ነገር በምን ያህል ፍጥነት እናንተ ጋር በእያላችሁበት ቦታ እየደረሰ እንደሆነ እያያያችሁት ነው እና ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ኦሬዲ የመጨረሻውን ቶፑን አይቶታል ይሄ قال الذي عنده علم من الكتاب الله كذا يفطن نجر ما ادرك يشلال كن هون بميلو قالوا الله سبحانه وتعالى يفلقون يادرغال سلازي الله سبحانه وتعالى لسليمان كسطو تامر عنده ايهي نو مالتنو يه ابروت يال عند يسو وتادر كاغاننت ويم كمسلوت من يلال قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ايهي عينه እንደዚህ ግጥም ብሎ ምልስ ስኪል ድረስ ባለው ፍጥነት አመጣለሃለሁ አለው የንግስቱን ዙፋን አመጣለት ማለት ነው እና ነብዩላህ ሱለይማን እንዲህ አይነቱ ተአምር ሲከሰትለት ወደ መጥፎ ነገር አልሄደም አንዳንዶች እንደሚያደርጉት ያ ሀገር ትንሽ ነገር ተደረገ ተብሎ አንዳንዱ ወልይ ነው ይባላል እንደዚህ ያደርጋል ይባላል ይበራል ይሄን ውሃ ነቅሏል ይሄን ተራራ ወስዶ ከዚህ ጎጃም ተክሏል ምናምን ማአት ተአምር እንሰማለን አይደል እነዚህ ነገሮች በሙሉ አንዳንዶቹ እንደውም ብዙዎቹ ውሸት ናቸው ሁለተኛ ቢደረጉ እንኳን ከእስላም ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም ሰዎች ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ያን ማድረጋቸው ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም ያን አደረጉ ማለት የተለየ ተአምር ሰሩ ማለት አይደል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰራው ከተለየ ነገር ያመጡ ነገር የለም አድርገው ከሆነ ነው ይሄም እና እነዛን ሰዎች ልናመልካቸው ይቅርታ ልናመልካቸው ወይም ደግሞ እነዛን ሰዎች የተለየ ክብር ሰጥተናቸው ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ልናወዳደራቸው አንችልም ግልጽ ነው ስለዚህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በተለይ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በተያያዘ እንዲህ አይነት ተአምራቶችን እኛ ማወቃችን የነብዩላህ ሱለይማንን ጉዳይ ማወቃችን ምንም ነገር እንዳይገርመን ያደርጋል ነብዩላህ ሱለይማን ምንድነው ያሉት ነው እሳቸው እንዲህ አይነት ተአምር እንኳን ሲፈጠርላቸው ምንድነው ያሉት قال هذا من فضل ربي ይሄ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሰጠኝ ችሮታ ነው ያሉት ይሄን ችሮታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይም የሚያመሰግኑ ሰዎች ጋር ሆኜ ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ተረቀበታለሁ አላህ እንዲወደኝ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ ነገር አገኝበታለሁ አለ በለዛ ግን ومن كفر فإن ربي غني كريم ይሄንን ደግሞ ችሮታ ይሄንን ስጦታ ደግሞ የካደና ለሌላ መጥፎ ነገር እየተጠቀመበት እንደነ ታምራት እንደነ ምናምን ያውም ተአምር ሳይኖራቸው ማለት
ገብታቸዋል አንድ አካባቢ ላይ የሆነ ውሃ ፈለቀ ይሏቸዋል ውሃውም ማና ፈለቀው ገሌ ያፈለቀው የሆነ ወቄስ ወይ ሼክ አፈለቀው ይባልና ስለዛ ሰውዬ ወያስ ያ ቦታ በዛ ስም ይሰየማል ምናምን ምናምን ከዛ ሰዎች እዛ ውሃው ሲታጠባሉ ዳንን ምናምን ይያሉ ያወራሉ ግልጽ ነው ወይም ገሌ እንትን ይሄንን አደረቀው በሾዎቹ ሲባል ይሄ ነገር እንዲሆነ ምናምን የሚሉ በጣም ብዙ ትርኪ ምርቂ ወይም ኮተታ ኮተት የሆኑ ወሬዎች አሉ በጣም ብዙ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እንጠንቀቅ እኛ አልহামዱሊላህ በእስልምና እንደዚህ አይነት ጥርት ያሉ በጣም የሚገርሙ የሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተማረን የሆነ የተረጋገጠ የሆኑ ታሪክ ነገሮች አሉ እውነተኛ ታሪኮች እና እነሱ እንዴት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተናገዳቸው ያ አላህ ሰዎች እንዴት ነበር እንዲህ አይነት ተአምራቶችን ያስተናገዱት ብለን ከነሱ መማር አለብን ገብቷችኋል እንጂ አንድ አንዴ እንደሚባለው ለምሳሌ ምንድነው አንድ አንድ የመንዝማ ገጥሞች መንዝማ ተወዳላችሁ መንዝማ ድሮ መንዝማ ሰማለው አሁንም አንድ አንዴ ሰማለው እንት ሲለኝና ነሸጥ ሲለኝ ያ መንዝማዎቹ ትርጉማቸው ጥሩ ከሆነ ደስ ይለኛል ግን አንድ አንዶቹ በጣም ያሳዝነኛል እና ትርጉሞቹ ከሚ ትንሽ ጥሩ ካልሆኑ ብዬ ከመማሰባቸው አንድ አንድ መንዝማዎቹስ ለምሳሌ በአረብኛ አንድ መንዙማ ድሮ ሰምቻለሁ በጣም ጥሩ ያልሆነ ምን ይላሉ ሽሊላህ ሰይድ አብዱል ቃድር ጀይላን አግስና ሰይድ አብዱል ቃድር ጀይላን እንትኑ አዝማቹ እንደዚህ ነው የሚለው ሽሊላህ ማለት ነው ትርጉሙን አላቀውም ጅንኛ ይሁን ምንኛ አላቀውም ሽሊላህ ብቻ ይላል እና ግን አግስና የሚለው ግን በጣም ይከብዳል አግስና ማለት ግን ምን ማለት ነው ጠብቀን ማለት ጠብቀን እና በቀጥታ ሰይድ አብዱል ቃድር ጀይላን ጠብቀን ሰይድ አብዱል ቃድር ጀይላን ኢራቅ ውስጥ የነበሩ አንድ ሼክ ናቸው ዓሊም ወሊ ተቂ ኢንሻአላህ አላህ ትልቅ ሰው ያርጋቸው አላህ ይማራቸው አላህ ጀነት ያርጋቸው አላህ እኛንም ከጀነት ውስጥ ያገናኘን ከነሱ ጋር ምክንያቱም የሳቸው መጽሐፎች በጣም ትላልቅ መጽሐፎች ጥሩ ጥሩ ነገሮች ይታወቃሉ እሳቸው ትልቅ ዓሊም ናቸው እና ምን ይላል አንዱ የእንትናቸው የግጥማቸው ለሳቸው የተሰራ አንድ መንዙማ ምን ይላል ሽሊላ ሰይድ አብዱል ቃድር ጀይላን አግስና ሰይድ አብዱል ቃድር ጀይላን ኢና ያ አሙዳል አክዋን ያ ሰበብ አልغፍራን والله فوقك لا نقول فلان ኢና ምን ማለት ነው ያ አሙዳል አክዋን ይላቸዋል የዩኒቨርስ ምሶሶ ነህ ይላቸዋል ወይም የዓለማት በሙሉ የቆመቹ ባንተ ነው እንደማለት ነው ምሶሶ ነህ ይላቸዋል ያ አሙድ አልአክዋን ያ ሰበብ አልغፍራን እንደገና አንተ በምህረት እንዲደረግልን ሰበብ ነህ ይላቸዋል ያ ሰበብ አልغፍራን ከዛ والله فوقك لا نقول فلان ይላል ስለዚህ ካንተ በላይ እገሌ አለ አንልም ይላል ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ ንግግር ነው በአማርኛ ለምሳሌ ከሚባሉት እንደዛው ከ شيخنا نور حسين جاي تيازا شيخنا نور حسين تاقالاچونا من يلال نور حسين ينيا مشاشا سفينو يانتو تكشا ادرسوال ببزو هونو يلال هي منزوما نو غدا اسمو كذا شيليلا نور حسينو شيليلا يا نور حسينو ازي غا دبيو يقلطال معناتنو كن حسابو مندناي اسمو انا يا نور حسين ينيا مششا سفي نو يانتو تكشا ادارسوال ببزو هونو ايه بتام انتن نو مالت اساسزاي نغر نو مالت نور حسين ينيا مششا نور حسين هوي انتنه مششاچن مششياچن انتن الله جن قران لاي الله الصمد الى الله الصمد مالت الله هوي انتنه مششاچن بك علق ስለዚህ አላህ ነው መሸሻ ያለ ሰው ቁል ሁላሁ አሐድ የቀራ ሰው እንዴት ብሎ ነው ከዛ በኋላ ኑር ሁሴንኛ መሸሻ የሚለው ጥሩ የሆነ አባባል አይደለም ከዛ በኋላ ምን ይላል እንደዛው ኑር ሁሴን ባንቱ ቀበሌ አይሸሽም حتى ቀመሌ የዱር አውሬ እንኳን ነው ምናምን እና ብቻ አላስፈላጊ የሆኑ ግጥሞች በጣም ልክን የሰው ልክን ያለፉ የሆኑ ሰዎች ዓሊም ናቸው ወልይ ናቸው ተቂይ ናቸው በሚለው ስም አንስተን በጣም የምንላቸው ነገሮች አሉ እና እነዛ ነገሮች በሙሉ ምን መሆን አለባቸው ስርዓት ሊይዙና ትክክለኛውን አቋም ልንይዝባቸው ይገባል ማለት ነው ይሄ ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም እንደነ ያለው قال
يعني هذا من فضل ربي يه الله سبحانه وتعالى يستين شروطانه ليبلوني الله ليفتنين أشكر أم أكفر أما سجن له ويس أكد له قبطوات شوال إيه يا دس كميله دقمو يا من زماقة ميلين يعني دس كميلين يا من زماقة بتعم بزو دس ميلين يعني إن شاء الله بوهل علي متعبت إن شاء الله إن كنتنوست أهون كهين نقر لجرسه إن شاء الله يا نبي الله سليمان أشكر أم أكفر كده له ويس أما سجن له كذا يعني إنه لفتنين الله سبحانه وتعالى يفلقوا جن ساتشو من دنا يالوت مالتنا ربي جعلني يعني من الصالحين يالوت ساتشو كصالحو شو أمس جانيو شو باريا أدر جينو يالوت أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا ساتشو دعانو هي نبي الله سليمان عليه السلام إنين كأمسجانيو تشي باريا نزوم زروتشينم كأمسجاني باريا أدر قلين بلو نو يتناقروا سلازي نبي الله سليمان يهنن فتنا تفتنو اندالفونو مياسايين ليلوش قن بزو اندي هيدا تروي هنا الله شرو تاسي ستاتشو ملكام نقر ستاتشو بزا نقر تفتنو يودك اللو الله سبحانه وتعالى يتبك أن النامالتنو دس كميله منزوم أوتش عند لمثالي اندنتن ادرغو مالت النبي الله النبي صلى الله عليه وسلم سيره ويم النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ سيسلو بدام بملك بملكام ادرغو سيسلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممطات بفيت ينبرون ويم النبي صلى الله عليه وسلم سيولدوا كما ولداتهم بفيت ينبراتهم نغروش سياسقمت عنده من يلال عبد الله ان امينا سرغاتهم بيدرس أنديت لهون بلو تجأنك أبليس أجور على يوتو جمرة مالكس منو منهم كالوت جميع الأباليس أمر عين تونيال على شو زارس يهم يا جواس وعبد الله ميلوت تلك لجي والدال إني أنا يهم يا كتيلة سبحان الله بتأمنوا دسمي لنيه نا بعدك على النبي صلى الله عليه وسلم ممتعتن أسملكتو شيطان من أهل الد شيطان بتشاسعون شيطان إنه مسلوتشو من أهل الدم يكفحتشو سهل اللين مالتنه إنه بتعم ده سيميلنه إن ده زيو عن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود لنا كذا بسم الله بسمو يجمروت نجار عاقباوي هنا الجر بجر أي بله دنجر جر كيفياون لما ديلا إيه عون ده سيميلنا جرنه نجاروتشن ستجمر بسم الله جمرنا اندازيوم دغمو كعربينيا دس كميل كچالي شيخاچن چالي يچالي شيخ كالوت وست بتام دس يميلني امين الله امين الله امين يا الله بلو يميلوت منظومه بتام دس يليال نا كذاوس مندنو ميلو لو سجد الكل على جبهته من اول الدنيا الى نفخته ما ادوا من شكر عشر معشاره سبحان في الخلق باره سبحانه في الخلق باره ويم يمسلون هي يا سوج كتفتروا جمروس كم يموتوا درس ويم اسك يوم القيامة درس يا لوت سوج لا الله سجود بيادرقونا عبادة بيادرقولت يا الله سبحانه وتعالى شكرا عند أسرن يون انكوان أيوة تتميلا سبحان الله نا اندازي مرت يهونو منزوم اوش علون اندازيوم دقمو صاحبي بتشا مكر طوات ماتا صلوات كرر عمرهن شرس ومصطفى بمودد بسم الله الرحمن الرحيم ايه هون دس يميل قطمنا من مالتنا ونتنيا مكر كفلك نبي صلى الله عليه وسلم بمودد ادمهن شرسنا سلازي بزو علون الحمد لله بتام كونجو معنا يالاتشو سلا خديجة سلا نبي الله يوسف عليه السلام نبي الله يوسف كملو قببت قرقوان صوص كانو كوالو نقادوش منامن بطونا وهابي كجلو بقمدا بتوافو لي بيتلو تنتلتلو نا يوسف بكالو بيلو it's like من دون يبالو يسئلاوي مقلج عانو بتقام يقرم يعني قرآنون نو قدش يادر رقالو سلازي بزيانة ملكو علماء وشاتشن استمروال الله يمن مارسا وش يادر قال لما نيوم بمنزوم علي اللي نعقوام بتعم تعج ملكك إلا بنم بتعم دجمو بتلاتشا تورن ما هون نجر مالت إلا بنم ما هك لين ياوتشونن ملكام يهونو ترجم يلاتشون منزوماتش مسمات إلا بن يالهونو تندجمو وين مسمات إن شلالن جن يالهونو تندجمو ماستك هكلنا عندن ترجماتشون ترو عدرجو مسراتنا
አሁን ግን አዲስ የመጡ የተባሉ የሚደረጉት ነሽዳም ይሁን ምናምን አንዳንድ ጊዜ አረብኛውን ሲያበላሹት ወይም ደግሞ አማርኛውን ራሱ ግጥሞቹን አንዳንዴም በጣም ሁሉ ያለበት አሁን ላይ እንኳን በዚህ አሁን ባለንበት ሴንቸሪ ላይ የማይሆን ነገር ሲሉ በነቢዩ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ በጣም ልክ ያለፈ አይነት ትርጉሞች ያላቸው ነገሮች ሲሉ ነቢ መሸሻ አይነት ነገሮች ሲሉ በጣም ልክ የሆነ ነው ብዬ አላስብም። ለማንኛውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካሙንና ጥሩ ነገር ያሰማን። መልካሙን ነገር ሰምተው ከውስጡ የሰሙትን ሰምተው መልካሙን የሚይዙ ሰዎች ያድርገን። جعلني الله ممن يستمعون القول واياكم ويتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. በጣም አረዘምኩኝ ተጓዥነኝ ኢንሻአላህ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.